الجديد والحصري. أم العروس راحبتها الحيض ضيفانها قولي وافعالي يا مرحبا ألف وملايين من فاطمة بأجمل ليالي من أم عبد الله الفاهلي يا مرحبا بخير الأحفالي يا مرحبا بخير الأحفالي يا مرحبا بخير الأحفالي المحفل اللي ضياهيبي بعروسي تفرق على جيالي سار الحلوة أوصافها ما لها مثالي بنت الفخر قدوة الوافي عبد العزيز شيخ الرجالي عبد العزيز شيخ الرجالي عبد العزيز شيخ الرجالي وراعي المواقيف دربي مين حيا علومه والأفعالي والعزوة اللي لها حامي الذخر شيالة رجالي وساسها الغامد الباني أمجاد من أول وتالي أمجاد من أول وتالي أمجاد من أول وتالي أهل المواقيف درع متين ولشانهم عز وجلالي والختم جعل السعادة سنين وفراحكم يا عسى طوالي يا مرحبا ويا هلا وأهلين يا مرحبا وحقك الغالي ترحيبي كم بود ورايحان وضيوفنا والفرح عالي والبن والهيل والاسمين للضيف في وقت الإقبالي للضيف في وقت الإقبالي للضيف في وقت الإقبالي أم العروس راحبتها الحين ضيفانها قولي وافعالي يا مرحبا ألف وملايين من فاطمة بأجمل ليالي من أم عبد الله الفاهلي يا مرحبا بخير الأحفالي يا مرحبا بخير الأحفالي الجديد والحصري المحفل اللي ضياهيبي بعروسي تفرق على جيالي سار الحلوى الغلا والدور أوصافها ما لها مثالي بنت الفخر قدوة الوافي عبد العزيز شيخ الرجالي عبد العزيز شيخ الرجالي الذخر شيالة ثقالي وساسها الغامد البالي أمجاد من أول وتالي أمجاد من أول وتالي لتنكيد الزفاف أهل المواقيف درع متين ولشانهم عز وجلالي والختم جعل السعادة سنين وفراحكم يا عسى طوالي.